السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج البيت. نهاية الأسبوع وبنتمنى لحضراتكم أجازة سعيدة إن شاء الله. طول الوقت بنقول إن أطفالنا وتربيتهم مسؤولية كبيرة جدا، وعشان كده كل خطوة في حياتهم لازم تكون محسوبة مننا كويس قوي، لأن أي إهمال مننا بأي شكل من الأشكال بيسبب مشاكل كتيرة وهيكون صعب حلها في المستقبل. والكلام ده بنقوله لأن العنف بين الأطفال هو ظاهرة خطيرة بنلاحظ وجودها عند بعض الأطفال، والحقيقة إن العنف ليس فطرياً ولكنه سلوكاً مكتسباً بيظهر في تصرفات وسلوكيات عنيفة أو عدوانية، وممكن يظهر على شكل غضب أو عصبية أو ضرب أو عدم تلبية أو سماع لكلام الأب أو الأم، وأحياناً بيبدو الطفل أنانياً ومحباً للسيطرة والتملك. وهنا السؤال المهم، هل يا ترى أسباب الظاهرة ديت نقدر نلاحظها، أو إيه هي أشكال الظاهرة دي وإزاي نقدر نحمي أطفالنا؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي بالتفصيل من ضيفتنا المتواجدة معنا أستاذة مريم عبد الجواد، الباحثة بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف. أنا برحب بيكي في البداية على شاشة قناة الناس ومنورانا، وعايزين نعرف هل فعلا العنف بين الأطفال ظاهرة أو نقدر نطلق عليه ظاهرة فعلية ولا لا؟ أهلا بحضرتك سيدة بتواجدي معكم النهاردة. هو احنا بنطلق عليها ظاهرة لان احنا مش عايزين نقول ان هي حاجة ثابتة عندنا، ظاهرة ممكن انا اعالجها وممكن اتخلص منها، وهي للأسف ظاهرة جديدة على مجتمعنا وبتنتشر بشكل كبير، ويعني بتستدعي مننا ان احنا لابد ان احنا ندق ناقوس خطر نقول فيه انه لازم ان احنا نواجه هذه الظاهره وما نسكتش عليها وما نعتبرش ان هي حاجه سهله وبسيطه او انها حاجه ممكن اهملها، لان بدانا نشوفها في اعمار مختلفه وفي اماكن مختلفه، ويمكن بعض الاباء والاهالي مش بياخدوا بالهم منها، ولكن هي ظاهره خطيره جدا ولازم ان احنا يعني نواجهها ونخاطبها ونشوف هي ايه مشكلتها وجايه منين. طب خلينا نعرف بقى مشاهدينا ايه هي ظاهره العنف بين الاطفال او التطرف بين الاطفال. العنف بين الاطفال هو ان احنا نشوف الاطفال دلوقتي مثلا في بعض الاحيان ممكن بيضربوا بعض، التنمر اللي بقى منتشر بشكل كبير جدا، في ظاهره يمكن كمان الناس كتير ما بتاخدش بالها منها، الاطفال مثلا لو في الشارع لو بيضربوا حيوان او بيأذوا اي كائن اخر هو مش يعني بيستقوا عليه زي ما احنا بنقول. فكل هذه ظواهر او كل هذه اشكال للعنف اللي ممكن الطفل يمارسه من غير ما احنا نكون واخدين بالنا او من غير احنا ما نديله الاهميه الكبيره. يعني ممكن نشوف مثلا بين الاخوات لو في اخ بيغير من اخوه فيعني يخطف منه الحاجه يضربه او يحاول يأذيه، انا في هذه الحاله مش مفروض ان اعنفه لان تعنيفه لي هيخليه يكره اخوه زياده، لا انا احاول اتخاطب معاه واشوف معاه ايه المشكله واواجهها، لان ده حاجه مهمه جدا لازم نتعامل معاها. طب ايه بقى الاسباب اللي بتوصلنا لهذه الظاهره او هذه الاشكال اللي حضرتك طرحتي بجزء منها؟ احنا عندنا سببين مهمين جدا، سبب على المستوى الاسري وسبب على المستوى المجتمعي. على المستوى الاسري فكره التواصل مع الاباء والابناء، ان خبراء التربيه كلهم بيقولوا ان اسباب الاساسيه لممارسه الطفل العنف هي غياب التواصل بين الاب وبين ابنه، مفيش حديث مشترك. بالظبط، هو بينعزل مع نفسه وبيبتدي يشوف حاجات او بيبتدي مثلا يحب يمارس حاجه، ممكن الحاجه دي تكون غلط، الطفل في السن ده هو لسه صغير هو مش مدرك ان الحاجه دي غلط او مش مدرك ان دي فيها اذى لغيره فيبتدي يمارسها. انما لو انا كاب بقعد مع ابني وبفتح معاه حوار وبعالج اي او بخاطب اي حاجه هو بيشوفها وبواجهها وبشوف هي ايه مشكلتها، هو انت يعني افهمه ان دي حاجه غلط، ان انت مش المفروض تعمل حاجه زي كده، في الحاله دي انا بقضي على الظاهره او بقضي على المشكله من بدايتها. انما لو انا سبت ابني منغمس طول النهار، طبعا احنا دلوقتي الموبايلات والسوشيال ميديا طول النهار بقى سوشيال ميديا انترنت وات ايفر، في هذه الحاله انا بسيبه للعالم ده يشكله بالشكل اللي هو عايزه من غير ما اكون انا عارف هو بيعمل ايه ولا هو رايح على فين. السبب الثاني سبب المجتمعي، الاعمال الفنيه اللي احنا بنشوفها بيكون فيها عنف وما احنا بنسيب اطفالنا يتفرجوا عليها. انا برضو كلازم كاب او كاسره لازم اشوف ابني بيتفرج على ايه، حتى في بعض اعمال الكرتونيه بيبقى فيها اعمال فيها مظاهر عنف او كده، ممكن ان هي تشجع الطفل على ان هو يمارس هذا العنف او يجربه حتى. وده احنا شفناه في بعض الالعاب اللي كانت انتشرت من فتره على السوشيال ميديا، وبعض الاطفال كانوا اذوا نفسهم بشده بسبب الالعاب دي، بسبب رغبتهم في تجربه الالعاب دي. ده اللي هنتكلم عنه في الجزء التكنولوجي. بالزبط. ولكن خليني اسالك، حضرتك بتقولي اجزاء اسريه يعني مسؤوليه على البيت، مفترض ان انا احتوي طفلي من سن قد ايه الاستيعاب بتاعه او تشكيل العقل او تشكيل هذه السلوكيات بيبدا من سن قد ايه؟
استيعاب الطفل من وهو طفل بيبي، يعني من سن سنتين، من بدايه ما هو بدا يتحرك ويعمل وكل حاجه. طبعا احنا مع كل سن عمري بيختلف التشكيل والتكوين بتاع الطفل، ولكن لو انا من البدايه ما عملتش حلقه تواصل بيني وبين ابني هتفقد على 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 طريق النمو بتاعه. فانا من البدايه منذ هو طفل صغير لازم يكون في حلقه تواصل، لازم اكون انا خالق له مساحه الامان اللي هو يقدر فيها ان هو يجي يحكي لي عن اي حاجه، يقدر يجي يكلمني عن اي حاجه، انه حتى لو عمل تصرف خاطئ اكون قادر ان انا اتعامل مع التصرف الخاطئ ده، وان انا ما سيبوش للاصدقاء للمجتمع او للمجتمع اللي حواليه لاي حد ان هو يوجهه بطريقه ممكن انا مش عارفها هي ايه ولا هي صح ولا خطا. وبالتالي الحلقه الاولانيه اللي هي البيت هي حلقه اولى، وفي نفس الوقت بيترتب عليها الحلقه المجتمعيه اللي هي الثانيه. طبعا يعني انا لازم اكون متابع ابني فحتى تعاملاته الخارجيه في المجتمع. اكيد طبعا، وكده انا كمان قدوه لابني، يعني انا لو انا مش انسان بمارس السلوكيات الحسنه هو ابني هياخد السلوكيات الحسنه دي منين؟ يعني لو هو بيشوف اهله مثلا بيتصرفوا بتصرفات خاطئه او بيقولوا الفاظ خارجه او بيعملوا اي حاجه غلط، هو في نفس الوقت هيعتاد التصرف ده، فبالتالي لما يكبر هيعمله. انا هبقى مستغرب ساعتها وانا ابني بيعمل كده ليه؟ لا، ما هو شافك انت وهو صغير، شافك وانت بتعمل التصرف ده، فبالتالي بدا يعمله هو بشكل طبيعي وكانه ما فيش اي مشكله فيه. طيب هل الدور ده بينقسم ما بين الاب والام، ولا بيكون الدور مترتب او يعني منصب عند الام بس او عند الاب بشكل اكبر؟ يعني توضح. لا طبعا منقسم بين الاب والام، لان الاسره هي اسره متكامله افرادها، دور الاب ليه اهميه، دور الام ليه اهميه. يمكن الاب بيكون اهميته اكبر في سن معين، لان هو في سن ده بيحتاج مثلا بعض الزجر او بعض الشده. الام ممكن ما تقدرش، لان طبعا الام معروفه بالحنيه وبالقرب الاكتر من الاطفال، فهي ممكن ما تقدرش تعمل ده. فلازم يكون دور اب والام متكامل ومتعاون في اداره الاسره دي، وهي دي الطريقه الامثل لان انت تطلعي طفل سوي وكويس نفسيا وكل وناجح في حياته وفي كل مجالات. طب انا لو يعني قريبه من ابني في البيت وبيحصل بعض الحاجات في المجتمع، بيدخل في دايرة ممارسة العنف مثلا في الفصل أو في الحضانة أو في المدرسة أيا كان، فإزاي أقدر أوصل لي إن هو بيتعرض لدوت من بعض الأشكال اللي أنا بلاحظها؟ فتقولي لنا إيه هي الأشكال دي؟ لو هو بيتعرض للعنف يعني اعتقد ان ممكن الشكل الظاهري الاولي ان انا لو لقيته مثلا مخبوط، عنده كدمات، عنده اي حاجه، انا لازم اتكلم معاه واعرف ايه اللي حصل، واشوف هل ده كان مثلا بسبب شجار متبادل ولا بسبب ان في طفل تاني بيمارس سلطه عليه او بيمارس اي شكل من اشكال العنف عليه. الشكل التاني اللي بيبان او ده اللي يكون اكتر عند الاطفال طبعا في سن صغيره، فكره الانعزال، البعد عن الحديث، حاله من الخوف بتنتابه دايما، بنحس ان هو دايما بيتكلم وعنده احساس بالذنب، تراجعه في المجال الدراسي وفي كل الحاجات دي كلها ظواهر لو انا شفتها عند ابني المفروض ان انا ابتدي اتكلم معاه. لو هو في المدرسه اروح للمدرسين بتوعه اشوف هو ايه السبب في ده، هل هو في حد مثلا بيخوفه، هل حد بيمارس عليه نوع من انواع العنف بيخليه وصلوا للمرحله دي، ولا ايه السبب في كده، وابتدي اواجه المشكله دي ما سيبهاش. يعني عايز نوضح ايه الاشكال او ايه السلوكيات اللي ممكن طفل يعملها علشان اقدر احدد هو بيتمارس عليه عنف او داخل في اطار ممارسه العنف هو شخصيا، ايه هي الاشكال دي؟ الاشكال دي ممكن شكل ظاهري، الضرب، تكسير الاشياء، العصبيه المفرطه اللي هو يعني لو ما خدش اي حاجه نلاقيه عصبي. يعني اعتقد ان دي حاجات متعدده ممكن تكون ظاهره في الحديث، ولكن في بعض الاباء ممكن بيهملوا حاجه زي كده، ممكن بيشوف العصبيه دي ان هو يحاول يهدي ابنه او حاجه زي كده، ولكن العصبيه في الاطفال مش حاجه كويسه لانها دايما بتدل على يعني هو متعصب دلوقتي في حاجه بسيطه هيبقى في الحاجه الكبيره اكثر عنفا، هيبتدي يمارس ان هو طريقه تانية اللي يحاول يعني هو شايف مثلا الاب والام قادرين انه يفرضوا سيطره عليه، بس مع حد تاني غيرهم هو ممكن يمارس عنف عشان ياخد الحاجه اللي هو عايزها او ينال الرغبه اللي هو عايزها. فدي ممكن تكون مظاهر، بعض مظاهر العنف. وفي طبعا الشكل الخفي اللي هو التنمر، احنا بنشوف اطفال كتير جدا بيمارسوا التنمر. صحيح. وبيبتدي من سن صغير ان احنا بنبقى قاعدين مثلا في جلسه عائليه ولو الطفل اتريق على حد ولا حاجه والاهل خدوها بشكل كوميدي، هو بيتعود برده على فكره ان ده حاجه كوميديه، دي مش حاجه عيب. لكن لما بيكبر بعد كده بيبتدي مجال التنمر يوسع، التنمر في حاجات كتير، مثلا لو بسبب الشكل، بسبب النوع، بسبب حتى التاخر الدراسي، لو في بعض المدرسين حتى بيمارسوا بعض التنمر على الاطفال بسبب التاخر الدراسي، هو انت كده مش بتفيده، انت بتسبب له مشكله اكبر، بتخليه يتراجع دراسيا اكتر. صحيح. فدي بعض الاشكال اللي احنا ممكن نشوفها بين الاطفال وتعرضها ليهم في مستوى المجتمع. يعني
طيب يعني كنت بتتكلمي عن من بين الأسباب المتعلقة بالعنف بين الأطفال هو وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا المتقدمة اللي احنا بقينا موجودين فيها. عايز أعرف من حضرتك إيه مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي وإزاي أقدر أحمي ابني من هذه المخاطر؟ والله وسائل التواصل الاجتماعي دي بقت يعني مشكلة كبيرة، لأن هي open space للأطفال، بيشوفوا فيها أي حاجة، بيوصلوا لأي حاجة هم عاوزينها. بالعكس، هو حتى ممكن يوصل لحاجة هو مش عايزها. يعني ممكن مثلا لو في ترند دلوقتي على حادثة أو أي مكان، هو يلاقي الفيديو بتاع الحادثة ده قدامه. فلو أنا بتكلم في طفل عنده مثلا 10 سنين أو حاجة أقل من كده وبيشوف فيديو زي ده، حاجة في منتهى يعني الرعب. لأن الطفل في السن ده لو اتعود على مظاهر العنف دي هيعتادها وممكن يمارسها بعد كده، يعني هيبقى شايف إن دي حاجة عادية. احنا ممكن يعني ممكن اذكر في هذا المجال طبعا ان في حادثه حصلت 2019 في نيوزيلندا، الحادثه بتاعت كرايست تشيرش، ان كان لاول مره حد يستخدم فيسبوك ان هو يعمل لايف لارتكابه عمل ارهابي. فدي كانت صدمه للناس، يعني الناس ان هو فجاه لقوا لايف فيديو في واحد داخل مسجد بيقتل الناس وبيعمل فعل فظيع، وهم مش عارفين يوقفوه. هل السوشيال ميديا بعد كده حاولت ان هي يعني فيسبوك وتويتر ويوتيوب حاولوا ان هم يعملوا كنترول شويه على الموضوع، ولكن لازال لحد النهارده احنا بنشوف اعمال بترتكب بنفس الطريقه. المشكله في حادثه زي كرايست تشيرش دي ان في مثلا 3 حوادث حصلوا بعديها بنفس الطريقه، وكلهم كانوا واخدين فلان ده كمثال يقتدى به، ان هو لما عمل كده احنا كنا متشجعين فعملنا زيه، وكلهم شباب في سن 16 و17 سنه، هو شخصيا كان عنده 20 سنه. فدي بدايه او خطر السوشيال ميديا، ان انت ممكن الحاجه اللي فلان عملها وشجعتني تشجعني انا ان انا اعمل حاجه زي كده زيه برضه. طيب ازاي بقى اقدر احمي ابني ووعيه من ان هو يوصل للتفاعل وان هو يبدا ينفذ بعض الحاجات زي ما شفنا في بعض الالعاب اللي هي بتدي اوردرز وبالتالي هو بيبتدي يتعامل مع ده؟ الحماية بداية فكرة خلق مساحة الأمان، إن أنا لو من البداية خلق له مساحة الأمان، هو هيجي يتكلم معايا، هيجي يحكي لي لو حتى في لعبة عجبني عجباه هيجي يقول لي عليها، هيقول لي ماما مثلا ده فيه كذا كذا أنا بشوفه، هل ممكن إن إحنا أنا أقدر أعملها ولا لأ؟ فأنا ساعتها هوجهه إنه لأ ما ينفعش تعملها. دي بداية خالص. الحاجة الأهم ممكن من كده إن أنا ما سيبلوش وقت فراغ كتير، وده مثلا ان انا اخليه يمارس العاب، يشتغل في حاجات الخدمه المجتمعيه دي بتبقى جميله جدا، ان هو يساعد الفقراء الناس المحتاجه المرضى حتى في المستشفيات او حاجه زي كده، ان هو تخلق جواه احساس مساعده الغير والعمل الخيري. ده بيقتل عنده اي رغبه في ممارسه العنف، لان هو بيشوف ان في ناس عندها مشاكل يمكن اكبر منه، وان هو بيخلق جواه روح ايجابيه تخليه يمتنع عن ايذاء غيره، لان هو بقى بيساعدهم، هو مش عايز ياذيهم بقى. طيب يعني يمكن بعض الرسائل اللي للاسف بتتوجه من خلال ان احنا ممكن نكون بنتكلم بس على شيء معين او بنبحث عن شيء معين وبالتالي يظهر لنا، ازاي نقدر كاب وام اشوف ده او يعني اتعامل مع الامر دوت في حال ان ابني عرفه وما جاش يحكي لي؟ تمام. اعتقد ان انا لو شفته مثلا بتعرض لحاجه زي كده، او هو عمل سيرش على حاجه زي كده وانا مش عارف، يا اما ان انا احاول اعمل parental control بيبقى موجود في السوشيال ميديا او اي شكل من الاشكال يعني. سيتنج ان انا اعمل ده، يا اما ان انا اروح اتكلم معاه واقول له مثلا ده انا سمعت ان في كذا حصل، ايه رايك فيه؟ فهو ممكن يفتح معايا ساعتها الحوار ويتكلم فيه، او اواجهه بشكل مباشر ان انا شفت مثلا ان انت بتدور على الحاجه الفلانيه، انت بتدور عليها ليه مثلا؟ لانه غالبا بيكون في حد من اصدقائه اثار الموضوع قدامه فهو عايز يعرف، يعني هو مدام اثار الموضوع قدامه عايز يعرف، ممكن هو مش قادر يسال اهله او خايف يسال اهله او خايف يسال مثلا مدرس عنده في المدرسه. فهو انا ساعتها لو انا اتكلم معاه بشكل مباشر ولو هو حاسس بالامان معايا هيتكلم معايا، مش هيمتنع عن ده. طيب دور بقى المرصد، انا عارفه ان المرصد بيقوم بدور كبير جدا كمان، بيوجه رسائل للشباب بلغات متنوعه، فكلمينا بقى ايه الدور اللي بنقوم بيه على المستوى المحلي يعني اولادنا في مصر، وكمان الرسائل اللي بتقدموها للشباب المسلم في العالم كله؟ المرصد يعني من بدايه انشائه زي ما انت قلتي كان مهتم جدا بمساعده الشباب وازاي يحميهم من خطر الجامعات المتطرفه وخطر العنف اللي بيتمارسه الجامعات المتطرفه على بعض الشباب. فكان البدايه من 2018 تقريبا بعد انشاء المرصد بسنوات قليله، كان في مبادره اسمع واتكلم، ودي كانت مبادرة للحوار مع الشباب، تم دعوة الجامعات المصرية كلها للمشاركة فيها، وكان في حوار مفتوح مع الشباب. المبادرة دي قررت تاني السنة دي، السنة اللي فاتت 2022،
وبرضه تم دعوه الشباب كلهم، وكانت المره دي القضايا اللي بنمارس اللي بناقشها قضايا اكثر الحاحا عن المره السابقه طبعا سابقة. والحقيقه ان الموضوع كان ناجح جدا، والشباب كلهم كانوا مبسوطين ان هم لقوا مكان مرجعية دينية حسنة هو يقدر يتكلم فيها براحته، مش خايف ان هو يسأل اي حاجة. وده كان اساس مبادرة اسمع واتكلم، ان احنا جايين نسمعكم وجايين نسمعكم وانتوا بتتكلموا في اي حاجة انت عايز تسأل عليها، انا مش هحكم عليك، مش هقول ان انت وحش او معي. كويس او وحش، مش هصنفك يعني بالظبط. انا عايز اسمعك، عايز اعرف انت ايه مشكلتك او ايه اللي انت خايف تقوله او ايه المشكلة اللي بتواجهها وعايز تسمع لها حل. ده كان مبادرة اسمع واتكلم. في كمان عندنا كنا من حوالي اسبوع كان في معسكر للاطفال اتعمل لاول مره اسمه اعرف اكتر، برضو شارك فيه عدد من طلاب المدارس من فئات من 12 سنه لحد 16 سنه، برضو على مدار 4 ايام اتكلمنا معاهم عن اساسيات الدين الاسلامي والتفكير النقدي وعلاقه الانسان بالكون وعلاقه الانسان باخيه الانسان، كلها في سبيل ان انا اخلق عنده البيزك الصحيح اللي يقدر من خلاله ان هو لما يجيله فكر منحرف او يجيله اي خطر مش هو مش عارفه يقدر يفنده ويقدر يحلله ويقدر ان هو يبتعد عنه. وطبعا برضو كان يعني الاطفال كانوا مبسوطين جدا، وكتير منهم سالونا ان احنا عايزين نيجي تاني وعايزين نسمع تاني للناس اللي كانوا موجودين ويسالوا في حاجات كتيره. طبعا ده بخلاف الحملات المتكرره اللي احنا بنعملها من خلال منصات السوشيال ميديا وعلى كافه الانحاء. كمان كان في تعاون مع الامم المتحده صندوق مكافحه التطرف من خلال حملات على برضو السوشيال ميديا للخطاب العالمي او الدولي، ان احنا نتكلم برضو عن فكره العنف اللي بيتعرض له للطفل واهميه التواصل الاسري مع الطفل لمواجهه العنف ده، وازاي ان انت تقدر تكون صديق لابنك عشان تحميه من العنف، وازاي ان انت تحميه حتى من العنف الخفي اللي بيجيله عن طريق السوشيال ميديا والالعاب الالكترونيه حتى اللي بقت منتشره بشكل كبير جدا بين الاطفال، واللي هي خطرها عليه يمكن خطر اكبر من المواجهه المباشره او الاستقطاب المباشر زي ما احنا بنقول. طيب يعني هل المعسكرات او المبادرات دي بتكون مقتصره على اعمار معينه ولا بيكون فيها تصنيف للاعمار؟ وعايزين نوضح لمشاهدينا ازاي يقدروا يعرفوا المبادرات دي او يتواصلوا علشان يبقوا جزء من ده، سواء بقى الاباء والامهات او يعني عايزين يدخلوا اولادهم يعرفوا المبادرات دي. طبعا لو حد عايز يعرف عن المبادرات دي من خلال صفحات السوشيال ميديا بتاعه المرصد على فيسبوك وتويتر، واحنا موجودين على كل منصات التواصل الاجتماعي. فكره التصنيف العمري احنا بنحاول ان هو مثلا يكون مثلا ابتدائي مع اعدادي مع ثانوي، الجامعات مثلا لوحدها، هو كله بغرض ان انت كل سن معينه بيحتاج خطاب معين بشكل معين. يعني الطفل اللي مثلا في المرحله الابتدائيه والاعداديه غير الطفل اللي في المرحله الثانويه غير اللي في الجامعه، كل واحد فيهم عنده مشاكله وازماته او التساؤلات اللي في دماغه مختلفه. يعني ممكن السن الكبير يكون تساؤلاته اكثر تعقيدا من الطفل الصغير، الطفل الصغير بيبقى حاجاته بسيطه يعني. فعشان كده احنا بنحاول نعمل التصنيف العمري ده للحضور او للطلاب اللي بيكونوا موجودين. ولكن يعني المبادرات والمشاركات مختلفه، واي حد زي ما انا قلت بيتابع صفحات التواصل الاجتماعي عندنا هيشوف المبادرات دي وهيقدر يقدم لاولاده فيها او يتواصل معنا ويشوف لو هو حتى حابب ان ابنه يجي ويقعد مع حد في المرصد يتكلم معاه لو في اي عنده اي تساؤل. احنا طبعا ابوابنا مفتوحه للجميع في كل الاوقات لاي تساؤل اي مشكله ممكن يكونوا بيواجهوها. خليني اعرف منك من ضمن المتابعات بتاعه المرصد، هل في فئه عمريه معينه هي اللي بيتم استقطابها لتوجيه بعض الرسائل العنيفة أو استقطاب بعض الفئات من الشباب أو الأطفال؟ أكيد طبعا، يعني بيتم أكثر فئة بيتم استقطابها هي الفئة المراهقين اللي احنا نتكلم مثلا من 15 سنة ل 18 سنة. الفئة دي اللي هي فترة التمرد الأسري زي ما احنا بنقول، فترة استكشاف العالم الخارجي بكافة أشكاله. الفئة دي بتبقى الأكثر عرضة للاستقطاب من قبل الجامعات المتطرفة، لأن هم في الوقت ده هو بيشوف حد قدامه. طبعا زي ما احنا قلنا السوشيال ميديا، الاهل في الوقت ده بيبقوا شايفين بقى خلاص ابنهم بدا يكبر فهيسيبوه يعتمد على نفسه شويه، ولكن الانعزال او الانكباب الكبير على السوشيال ميديا بيخليهم اكثر عرضه للناس دي، لان هو ممكن من خلال بوست بسيط يشوف كام رياكت عليه وياخد من الكام رياكت او كذا حد المتفاعل باكثر بطريقه اكثر يعني
إيجابية معاه، هو ده اللي بيكون الـ 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 الهدف بتاعه. وده احنا شفناه في نماذج كتير، احنا يعني جات لنا المرصد وتعاملنا معاها ولقيناهم ان هم فعلا كان لمجرد ان هو كان مثلا بيعمل بوست على السوشيال ميديا، في بدأت ناس تتكلم معاه وتتحاور معاه، وطب ويستقطبوه وياخدوه شخصيته كمان بالظبط. يعني هو انت بيديله مساحة اللي هو مش واجدها في أسرته أو مش واجدها في المجتمع اللي عايش فيه. عشان كده لازم نأكد على الاحتواء بالزبط. من قبل الأب والأم. أنا بشكرك يا دكتورة مريم، نورتينا وشرفتينا، قلت لنا معلومات كتيرة جدا، شرفتينا ونورتينا وبشكرك شكرا جزيلا. شكرا. يعني أهم حاجة أننا نحتوي أولادنا في من سن صغيرة وتحديدا في فترة المراهقة، وناخد بالنا من السوشيال ميديا لأنها آفة العصر. نخرج لفاصل ونرجع لحضراتكم وهنتكلم عن موضوع مهم جدا متعلق أيضا بتربية أولادنا بعد الفاصل، استنوا. رجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل، وكنا في الفقرة الأولى بنتكلم عن إزاي نحمي أولادنا من التطرف والعنف اللي منتشر عند بعض الأطفال، وقد إيه تربية أولادنا مسؤولية كبيرة، ومن الحاجات اللي لازم نكون حاطينها في أولوياتنا أو من ضمن الأولويات في تربيتهم إننا نحفظهم القرآن الكريم وتفسيره المبسط من سن صغير. حقيقي الموضوع هيفرق معاهم جدا وهيشكل جزء كبير من شخصياتهم وأخلاقهم. خلينا نعرف أكتر إزاي نهتم بتحفيظ أولادنا للقرآن وتأثيره عليهم إيه، وحيكون ده ليه فعلا تأثير في المستقبل وحيحسن مخارج ألفاظهم وحيمدهم بالسكينة والهدوء ولا لأ، من ضيفتنا اللي منورانا في الاستوديو رانيا الوكيل محافظة القرآن الكريم. أنا برحب بيكي منورانا ومشرفانا، وكل سنة وانتي طيبة. وحضرتك طيبة بألف خير وسعادة دايما يا رب. الله يخليك. إيه بقى عايزين نوضح كده فوائد تحفيظ القرآن الكريم في سن صغير؟ تمام. احنا عندنا بنقول الطفل وهو صغير هو خلاص يعني مخه بسيط فاضي، ما عندهوش اي مسؤوليه، ما عندهوش اي حاجه بتعوق على ان هو يمارس اللعب، ودماغه كلها فيها اللعب. فانا لما ببدا احفظ القران او ببدا اخد خطوه خطوه، مش عايزين نقول تحفيظ القران للطفل عشان الناس بتتخض قوي من الكلمه دي، لا ده صغير، لا ده هيبقى صعب عليه، لا ابدا خالص اطلاقا. احنا بنبدا معاه واحده واحده وبالتدريج. فانا ببدا اول حاجه بيكتسبها معايا فقه تعلم الكلام مضبوط، لان يعني بعض الامهات بشوفها الطفل بيقول الكلمه خطا فهي بتعيد وبتبقى مبسوطة وبيبدأ يطلع، بعد كده تقول أصلا ابني عنده لدغة. لا هو ما عندهوش، ممكن ما يكونش في حاجة في اللسان أو في الفك أو في أي حاجة، لكن هو تعود ينطقها بالشكل دوت، تعود كمان يسمعها من والدته بالشكل اللي هو بيقوله اللي هو الخطأ، ما سمعهاش بالشكل الصح وطلع على هذا. فأنا أول حاجة بعلمه مهارة الكلام بالمخارج الالفاظ مخارج خارج الحروف اكثر، مخارج الحروف البسيطه الطبيعيه العاديه اللي هي في كلامنا العادي، ان انت لما تسمعي ما شاء الله ده عنده طلاقه في الكلام، ده ما شاء الله بيتكلم بيعرف يتكلم كويس. فدي بياخدها كده بالفطره من ان انا بقرا قدام القران بقراءه صحيحه مضبوطه، هو بيلقط ده بودنه، لان هو طفل عنده الفطره سليمه بسيطة، ما عندهوش معوقات ولا حاجة شغلاه في دماغه نقدر نقول لا ده دي هتضايقه، لا ده هيبقى صعب عليه، لا خالص ما عندوش أي مسؤولية، هو في دماغه بس اللعب. فدي بتبقى بالنسبة له حاجة أقدر أشكل ده بشكل بالظبط كده. قلنا التعليم في الصغر كان نقش على الحجر، فهو بيبقى بياخد دوت خلاص وبيستكن عنده في الذاكرة المستديمة ويبدأ يكملها. دي أول حاجة مهارة الكلام اللي هو بيتعلمها معايا، وبيبقى كلام بطريقة صحيحة. تمام. دي الحاجة الأولى. الحاجة الثانية أنا بخلي دايما عنده فكرة التركيز، فكرة إن هو يقدر يركز في الحتة ديت بالتدريب. طب هو ازاي هيركز معايا وهو طفل؟ انا بقعده قول معايا كذا، انا بقول وهو بيكرر ورايا، انا بقول وهو بيكرر ورايا. اذا انا خدت تركيزه وخدت انتباهه في حاجه انا بكلفه بيها، وانا وهو بنشتغل فيها مع بعض. يعني هو ما بقاش متلقي مني بس، لا هو بيشاركني. اذا انا باخد اكثر من حاسه عنده وابدا اشتغل عليها، وابدا اشغل معاه حاسه النظر، يقول له خلي عينيك على بقي وانا بتكلم، خلي عينيك تراقب شفايفي، شوف انا بقول ازاي، اعمل كده. هو بالفطره بياخد الكلام ده لانه عنده الحاسه البصريه كمان بتشتغل معايا، ودنه الحاسه السمعيه بتشتغل معايا، هو سامعني وانا بقول. طب اقول ازاي؟ طب اقول كذا، اكرر المقطع، اكرر صوت الحرف. إذا أنا خدت حتة التركيز، خدت عقله معايا علشان ما يبدأش فيه مشتتات، وركز معايا إيه ده هي بتقول إيه. طب أنا هقول بدأ هو مشارك، بدأ هو صاحب الفعل،
بدأ لما هو بقى صاحب الفعل أصبح أنا بقيت مسيطرة على الموقف كله وبدأ كل كيانه معايا، هبدأ بقى من هنا. وبالتالي لو هو عنده أي حاجة هقدر ألاحظها كمان، سواء في مخارج طبعاً الحروف أو في طبعاً أي حاسة من الحواس. جداً جداً، وأنت بتبقي قريبة منه وملامسة ليه زي اللي في البيت بالظبط، يمكن اللي في البيت معتادين عليه فممكن تعدي من تحت، لكن انت بتبقي بتتعرضي ليه مثلا مره في الاسبوع او مرتين في الاسبوع او حتى لو كل يوم، فبتبقي عارفه ايه النقط اللي عنده دي. ابدا اكلم والدته او اكلم والده على حسب المتابع معايا في كذا، بخلي دول اول فايدتين. ايه تاني طبعا فكره لما بيبدا بقى يخش مدرسه خلاص انا كده اشتغلت على تنشيط العقل، الحته تعزيز الذاكره. تعزيز الذاكرة دي بقى حطي تحتيها حاجات كتير وأبحاث كتير اتعملت على أن فكرة تعزيز منطقة الذاكرة ديت. أول حاجة فيها منطقة الخاصة بالكتابة، تعلم الكتابة، يعني في الأمهات كلها أنا تعبت، أنا قاعدة بعمل معاه الواجب من الصبح، مش عارف يمسك القلم، مش عارف يكتب، أصل الحروف، أصل بياخد واجب كتير. لا أنا بدأ معاه من بدري، المنطقه دي اتنشطت بالفطره. بصي عموما عندنا الفص الايمن والايسر، كل ما كان فيهم نشاط اكبر وكل ما انا عززت فكره الذاكره ديت يبقى انا عززت حته الكتابه، عززت حته مهاره الكلام، الحضور. الطفل متعلم القران عنده حضور، يقدر يتكلم، ما عندهوش خوف ولا رهبه من الناس، ما عندهوش يعني لا انا يعني مش هروح، مش لا هو عنده طلاقة في الكلام، فبالتالي ما عندهوش كسوف أنه يقعد يتكلم مع حد. وطبعا كل ده في حدود الأدب وفي حدود الاحترام وفي حدود الحوار اللي هيبقى ساير بينه وبين أي حد. السن المناسب بقى لبداية تحفيظ القرآن؟ طيب هما قالوا من 3 لـ6. أنا شخصيا بقول أول ما الطفل يبدأ يتكلم جملة يعني مفيدة وفي حوار داير بيني وبينه بشكل مباشر من غير تهتها او من غير تفكير او من غير انا مساعده، اوكي هو هنا يبدا جو يلا نروح نحفظ. خلاص انت قادر تقول جمله مفيده، يعني بتفكر، يعني بتكون جمل مع بعض، يعني انا لما هقول لك ايه انت هتعرف تقولها ورايا. طب انا لما باجي احفظه ممكن نقطع الايات شويه عشان طويله او عشان الفهم. او نبدا بايه؟ ما هو ده بقى سؤالي، يعني نبدا بايه للسن اللي هو 3 سنين او اقل لو بدا يتكلم؟ يعني خلينا نقول 5-3 لو هو بيتكلم وعنده طلاقة في الكلام. ابدأي مستمع، هيروح ويقعد في حالة القرآن مستمع، ده جميل جدا. بعد كده هيبدأ قول يلا، هو هيبدأ يقول بقى معاهم ويبدأ كده، مش عايزة الفترة دي تاخد وقت كبير طالما هو بيعرف يتكلم. نبدأ بآيات صغيرة مثلا طبعا احنا عندنا سبحان ربي العظيم، لو قلبنا المصحف كده مسكناه من الظهر من ظهر المصحف من آخر لأمين الأجزاء، يعني هتلاقي الآيات سبحان ربي العظيم أو الصور مترتبة من الصغير للأكبر للأكبر للأكبر، فأنت بتمشي معاه بقى في الآيات دي. والله عنده طلاقة بيكمل معاكي، خدي اديله الصورة كلها. حسيت ان الامر يعني تقيل عليه شوية، لا خلاص بنقسم الصورة على حاجتين او على على 3 مقاطع، 3 آيات 4 آيات، في صور عندنا 3 آيات بياخدها. بس انت المسيطر على الفكرة دلوقتي، هو قاعد قدامك، هو قادر ياخد منك ايه؟ اذا اردت ان تطاع فأمر بما يستطاع. بس أنا قدامي لازم يبقى عندي علم بالطفل اللي قاعد قدامي ده، هو فعلا قادر يستوعب مني اللي أنا بقوله، ولا فكرة أن أنا أديله كم عشان يلا في الصورة اللي بعدها ويلا في الصورة اللي بعدها. لا أنا مش عايزة كده، أنا عايزة ببني أساس. الاساس بياخد وقت شويه، لما نيجي نبني عماره نلاقي الايه الاساس بيقعد كتير قوي نكمل عليه بالظبط كده، بياخد وقت كبير قوي، هما بيرموا الاساس. العماره دي اخذت وقت كتير، وتلاقي بسرعه تقولي ايه ده فجاه دي طلعت كده، دي كبرت بسرعه ازاي؟ هما بس ادوا الاساس، احنا عايزين ندي الاساس الاساس في الوقت دوت. طب خلينا اسالك بقى، في البدايه الافضل ان انا اجيب محفظ او محفظه او ولا اخد في حلقه لتحفيظ القران في مسجد او في مركز او جمعيه او ايا كان، ولا ان انا ممكن استعين ببعض البرامج؟ وطبعا التكنولوجيا وفرت لنا بعض كتير البرامج كتير لتحفيظ القران عن طريق الانترنت، انه الافضل؟ بصي هقول لك حاجه، يعني لو انا وانتي قاعدين قصاد بعض كده وبنتكلم، التواصل بينا افضل ولا لو انا بكلمك خلال التليفون؟ ما في بعض التطبيقات برضو بتبقى فيها ده فيديو. حلو قوي وجميل جدا لو مع حد كبير، لكن الطفل انا محتاجه اني اربطه، انا محتاجه ان هو يتربط بالماده الجديده اللي انا بدخلها له في النص ديت، محتاجه ان هو يكون
في عنده ربط بالمسجد عشان حتى كمان الصلاة بعد كده في ربط بالأشخاص اللي حواليه. أنا قلتك إحنا بنبدأ نكسب مهارات جديدة، هي مش فكرة حفظ وبس. طيب خليني هنركز في النقطة دي بس نخرج لفاصل فاصل وهنرجع لحضراتكم مرة تانية وبنتكلم عن تحفيظ القرآن وأهميته، وهل فعلا وسائل التكنولوجيا الجديدة بتنفع في الأمر ده ولا الأفضل يكون في تواصل جسدي وبدني في الأمر دوت فيس تو فيس زي ما بنقول ولا لا؟ فاصل ونرجع لحضراتكم. رجعنا لحضراتكم مرة تانية وكنا بنتكلم قبل الفاصل عن تحفيظ القرآن، هل لازم أروح أحفظ القرآن في مكان، لازم أروح المسجد أو المحفظة لمحفظة معينة أو لا، ولا في ظل التطبيقات اللي موجودة والتكنولوجيا بتوفر علينا مجهود وبعض الوقت؟ قوليلي بقى بترشحي أنهي أكتر؟ طيب كنا قبل الفاصل بنقول أنا وحضرتك وإحنا قاعدين كده مع بعض، هل التواصل بيننا أكثر أم لو أنا هكلمك عبر شاشة التلفزيون أو على التليفون؟ هو أكيد ده أفضل. أكيد ده أفضل. تمام؟ طيب فأنا لو هناخدها بقى بالتدريج من أول الطفل لحد الكبار. تمام. بالنسبة للطفل أنا قلت لك إحنا بنحط أساس، فأنا محتاجة منه إن هو يرتبط بالمسجد، وجوده في المسجد أنا بلزمه علشان دي تبقى مادة يذاكرها زي الساينس والماس والعربي وتفضل معاه وهو كبير. تعالي نكبر شويه، كبرنا شويه من الاطفال، عندنا مثلا البنات ال14 ال13 سنه دولت ارتباطهم ممكن شويه يقابلوني في المسجد او يروحوا لشيخ في المسجد او معلمه في المسجد، وممكن يبقى عن طريق التطبيقات اللي حضرتك بتقولي عليها. بس هو في مرجع، ايه المرجع؟ ان في معلمه معاهم او في شيخة معاهم بتبدأ تاخد وتدي منهم. احنا عندنا القرآن هو العلم من العلوم اللي لازم تأخذ بالمشافهة. لازم أشوفك وتشوفيني، لازم أسمعك وتسمعيني. جميلة جدا التطبيقات وما اقدرش اقول فيها حاجة، لان هي كمان بتوفر مجهود. طبعا ما اقدرش ان انا ممكن انا عندي شغل كتير. مثلا فممكن ابقى عايز احفظ لما ارجع البيت في الوقت اللي هو متأخر شوي، فمش هقدر اروح المسجد. حلو جدا، وانا معاكي في دوت، وانا عندي ناس بتستخدمها وبقول وبشاور عليها لناس كتير. لكن في مرجعية، انت حضرتك لما بتقعدي للتطبيق وبتسمعي او بتشغلي الشيخ وبتسمعي، انت سمعتي واخدتي المعلومة وحاولتي تتدربي عليها، طب هو في حد سمع حضرتك عشان يصحح؟ ما هو بيبقى تواصل متبادل. احنا بنتكلم على التطبيقات، التطبيقات السمعية اللي انا بسمعها بس. لا انا بتكلم انه ممكن يعني زي حضرتك اتواصل معاكي عن طريق بعض التطبيقات اللي فيها فيديو وحضرتك تصححي لي وهكذا. ده تمام، ده تمام، ده ما عنديش فيه مشكلة. انا بتكلم على التطبيقات اللي هي مثلا بتعيد الآية مرتين فانت تحفظي، او بتعيد فممكن تغلطي غصب عنك، فانت هتغلطي غصب عنك لان ما فيش حد سمعك عشان يصحح يقولك هنا صح وهنا غلط. بلاقي طلبة كتير والطلبة بتوعي وهم عارفين طبعا بيقول لي على فكرة انا كنت قاعده بقول مع الشيخ وانا حافظه مليون في انا حافظه، متاكده انه صح، انا متاكده انه صح، انا مش عارفه قدام حضرتك ايه اللي حصل. قلت لها حبيبتي لان انت ما سمعتيش نفسك، انت قاعده بتسمعي الشيخ. طبعا الشيخ بيقول صح مليون في المية، بس انت بتقولي وبتردي غلط او بترددي غلط بالظبط. هل حد هو الشيخ سمعك علشان يقول لك انت قلتي صح ولا غلط؟ فانت سامعه نفسك من جوه مش سامعه نفسك من بره. انت لما بتجيلي انا بسمعك من بره، فببدا اقول لك لا والله هنا في كذا، هنا في كذا، هنا في كذا. بس هو ده بس اللي بقوله، ان القرآن محتاج للمشافهة. وطبعا في عندنا طلبة يعني ربنا بيفتح عليهم بتخلص وبتختم وتبقى عايزة تاخد إجازة، وأنا بعد كده بنزلها فصل ان هي تمسك فصل الأطفال وتبدأ تشتغل فيه. الطالبة ديت لازم تكون قعدت تحت إيد شيخ مرة واثنين وثلاثة وتصحح لها مليون ألف مرة عشان أبدأ أديها المسؤولية ديت. هل أقدر أحفظ قرآن في أي سن؟ ده سؤال مهم جدا. طبعا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ خلاص طالما ربنا قال كده يبقى أي حد ينفع يحفظ القرآن حتى لو في سن متأخر، هو بس عايزين مثابرة وصبر واجتهاد لا أكثر ولا أقل. محدش يقول أنا صنع عندي 50 سنة مش هقدر، لا هتقدر بسبب واحد بس، ان هو ربنا طالما قال لنا كده احنا صنعت الله عز وجل، فهو عارف ان احنا نقدر نعمل ده. يعني انا كأم او كربة اسرة اقدر اتعلم القرآن عشان حتى اتابع مع اولادي؟ بكل تأكيد. سبب من الاسباب اللي خلتني وصلت اني بقيت معلمة بفضل الله، ما هي الشطارة مني، ان انا كنت عايزة اعلم ولادي القرآن بس، ووديت ولادي فعلا يتعلموا القرآن وان هم يروحوا تحت ايد شيخ وبدأوا مشوا معاه. فبدأت طبعا انا عايزة اشوف حفظوا ولا لا، بسمع لهم. فبدأت بقى يعني لا
انت بتقولها غلط طبعا، في خلاف بيني وبينه، هو بيسمعها من الشيخ بحاجه وبيجي يسمعها مني بحاجه. فروحت فلقيت الشيخ بيقول لي تنحي جانبا، يعني ما انت ما تقوليش حاجه، يا تحفظي وتبقي كويسه. لا احفظي وتبقي كويسه بقى فعلا، لا انت بتقولي لهم حاجه غلط طبعا. طب ازاي؟ فبدات انا بقيت احفظ بقى معاهم، وخدت يعني السلم او المشوار من اوله بسبب ان كنت عايزه احفظ اولادي. يعني انا بكلمك من واقع طيب. انا عشته. تقول لنا بقى نصيحه اخيره لمشاهدينا اللي عايزين يتعلموا قران، ولاطفالهم او للاطفال تساعدهم ان هم يحفظوا ده بسهوله. طيب مبدئيا كده احنا عشان نبدا نمشي اي طريق محتاجين فيه رفيق. تمام. فانا بالنسبه للاطفال اول حاجه هقدر اعملها وافضل اقول كده ان انا احطه في وسط مجموعه. المجموعه بتعمل عمليه من عمليات التنافس كده، والتنافس اللذيذ الجميل. وكنت لسه حضرتك في الفقره اللي قبليه بنتكلم صحيح. عن العنف، وبنتكلم عن ان الالعاب والسوشيال ميديا بدات تضخ الموضوع ده بشكل كبير. طب الا بذكر الله تطمئن القلوب. فالابني او لبنتي او الاطفال عموما، انا لما اوديهم المسجد علشان يقعدوا في وسط حلقه وفي وسط زمايلهم، سكينه هتنزل عليهم، ملائكه هتحفهم، فيتحفظوا بحفظ الله. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه لازم 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 زي ما قلت لك ملازمه شيخ او معلمه. يبقى عليا حلقه قران هروح هرتبط بيها، هرتبط بزمايلي، هرتبط بمعلمتي، هيبقى عندي حافز. لا انا حفظت النهارده، لا اصل انا كسلت، لا المعلمه قالت لي خلي بالك المره دي فيها حاجه، لا هنا في مش زميلتي اتصلت عليا قالت لي لا ده احنا عندنا امتحان. كل دي محفزات. انا بشكرك حقيقي. بشكرك استاذه رانيا، شكرا جزيلا على وجودك معانا. ولازم نصاحب ولادنا، ولازم نحط القران الكريم في اولوياتنا، لان هنلاحظ التاثير العظيم لتحفيظ القران او حفظهم للقران، واحنا كمان نتعلم علشان نقدر نعلم ولادنا وينزل علينا السكينه والهدوء، ونتابع أولادنا من آفة العصر ظاهرة العنف بين الأطفال، عشان دي تأثيراتها سلبية كتير، ويعني في النهاية النتيجة هتبقى مش أحسن حاجة. نشكركم على طيب المتابعة، وبنتمنى لحضراتكم أجازة سعيدة في نهاية هذا الأسبوع، وإن شاء الله الأسبوع الجاي يوم الأحد حلقة جديدة من برنامج البيت هنكون فيها مع حضراتكم.